تبدا نسمعها، هاي كلها نتيجه الدي بولاريزيشن والبولاريزيشن اللي موجوده في خلايا متخصصه بنسيج القلب، هي اللي حتكون لضربات القلب. ضربات القلب فائدتها شنو؟ وهي كل ضربة أكو عندنا ضخ مقدار معين من الدم إلى أنحاء الجسم. تمام طلاب عيني؟ أكو عندكم سؤال؟ صوت ما واضح، صورة ما واضحة؟ جماعة الـ FCC الصورة واقفة. هو إحنا هسه على السلايد، على السلايد رقم 4. جزء هاي عن ما يتأخر الإنترنت، إذا أنتم يمكم المحاضرة تقدرون تفتحوها طلاب. هاي لأنه إحنا ننطي المحاضرة أونلاين. أنتم إذا المحاضرة يمكم، أنا نزلتها البارحة فأكيد يمكم هي إما ورقيا أو على لابتوبكم موبايلكم، فتقدرون تتصفحوها. هسا أني سلايد نمبر 4 كملته. زين، نجي على الـ electrical impulses from the myocardium cause the heart to contract. مثل ما قلنا، من حيصير عندي هذا الـ change بالشحنات الكهربائية بعملية الـ depolarization، حيتكون عندي electrical impulse، تيار كهربائي، إيعاز أو تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي حيسوي لي contraction، يعني أني هال depolarization هال electrical impulse، هاي النتيجة مالتها بعدين ايش حيصير؟ حيصير عندي contraction للأذين، للهارت مصل. زين، الضخ لي الدم من الأذين إلى البطين، وبعدين من البطين إلى أنحاء الجسم. أول ما يبدي الرذم يكون من الـ SA node، الـ Sino Atrial node. ليش؟ The SA node is located at the top of the right atrium. تقع العقدة الجيبية، الـ SA node، تقع بأعلى الأذين الأيمن. Because the SA node has the highest rate of depolarization، تمتلك يعني يصير بيها عملية تغير الشحنات الداخل وخارج الخلية، depolarization، تكون أسرع خلية، أسرع خلية بنسيج القلب يصير بيها عملية depolarization، فلهذا هي اللي تبدي عملية الفايرنج، عملية الكونتراكشن of the atrium. Because the SA node has the highest rate of depolarization in the wall system, it starts each heartbeat and sets the pace for the wall heart. Consequently, the SA node is often called maestro مال الهارت. الاس اي نود هي المايسترو مال الهارت. ليش؟ لانه هي اللي تبدي عمليه الكوندكشن سيستم. ليش؟ لانه has highest rate of the depolarization process. هنا سنجي نشرح طلاب. هسه واضحه امامكم الصوره؟ واضح polarization هسه؟ واضحة، تمام. جماعة الميت، جماعة الميت، واضحة أمامكم الصورة عيني؟ واضحة واضحة. زين، تمام، أوكي. هسه حنشرح، انتبهوا لي، كلش مهم، يعني لازم تفتهموه إنه حيفيدكم بعدين بالمراحل القادمة. زين، هسه لاحظوا لي هنا بالصورة شنو عندنا بالتوب؟ هذا هو الأذين الأيمن، إذا أشر عليه بالبوينتر هذا هو الرايت أتريوم. قلنا الـ SA نود وين تقع؟ بالتوب أوف ذا رايت أتريوم، هاي هي توب، أعلى الأذين الأيمن، الرايت أتريوم. هي تبدي عملية الفايرنج، هي اللي تبدي عملية الديبولاريزيشن، إنه هي أسرع خلية تبدي بالتشينجينج بالإلكتريكال تشارج مالتها، عملية الديبولاريزيشن تكون عندها أسرع، فهي اللي تبدينا الكوندكشن سيستم. هذا الديبولاريزيشن حينتشر إلى الأذين الأيسر أيضا، الليفت أتريوم. من يكمل كل الأذينين اثنيناتهم، كل الخلايا اللي بيهم صار بيهم ديبولاريزيشن، ينتشر إليهم بهاي الاسهم الزرقاء، من ينتشر اليهم الديبولاريزيشن حتبدي ذاك الوقت عمليه الكونتراكشن.
البي ويف، عملية الكونتراكشن. تمام؟ من صار كونتراكشن الدم وين حيروح؟ حيروح عندي على الرايت والليفت فنتريكلز، الرايت والليفت فنتريكلز، البطين الأيمن والأيسر، الرايت والليفت فنتريكلز، بالبطين الأيمن والأيسر. زين، هنا عندنا قلنا هاي الصفرة الأولى بالأب توب أوف ذا رايت أتريوم هي الأس أي نود، هاي النقطة الصفرة الثانية هي الأي في نود، الأي في نود. زين، الأتريو فنتريكولار نود، بعدين عندي الباندل أوف هيس، هاي الباندل أوف هيس، بعدين عندنا الرايت باندل والليفت باندل اللي تروح كل وحدة على البطين الأيمن والبطين الأيسر، بعدين عندي هاي الباندلز الرفيعة. زين، هي يسموها البركنجي فايبر، البركنجي فايبر. هاي شنو فائدتها الطلاب؟ هاي حتغذي البطين وتحفزه انه يصير بيه عملية الديبولاريزيشن، تغذي البطين وتسوي بيه عملية الديبولاريزيشن. زين، لكن شنو عندنا طلاب؟ هسه احنا قلنا مو حيصير عندنا كونتراكشن بالأذينين. زين، خلص الكونتراكشن او عفوا يعني خلص الديبولاريزيشن او يعني اكتمل كل الخلايا صار بيهم ديبولاريزيشن، هسه حتصير عملية الكونتراكشن. عملية الكونتراكشن حتفرغ لي الدم من الأذين إلى البطين. خلال هاي العملية أنا الديبولاريز الأي في نود صار بيها ديبولاريزيشن لكن متأخر. شنو سبب هذا التأخر اللي صار عندي؟ يعني أني من وصل الفايرنج، وصل الديبولاريزيشن، وصل للأي في نود، لكن ما راح ينتشر رأسا للبطين. أكو فد يعني ديلي تايم، أكو فد وقت متأخر بين الديبولاريزيشن مال الأذين والديبولاريزيشن مال البطين. هذا الديلي، هاي الفترة مال الديلي، هذه تسمح سبحان الخالق على مود تسمح إنه كل الكونتراكشن، كل الدم يتفرغ من الأذين يروح للبطين. تمام؟ فهاي الديلي تايم هذا مفيد عندي بهذه الحالة، على مود انه الدم كله يفرغ من الأذين ويروح للبطين. بعد ما تنتهي عملية الكونتراكشن اوف اتريوم يروح البلد للفنتريكلز. طبعا هذا الوقت اللي اقول لكم عليه هو بالملي سكند، يعني بالملي سكند، يعني بأجزاء الثانية. هسه نجي نشوفها بال اي سي جي جرام، بعدين يروح عندي البلد للفنتركل، حينترس الفنتركلز على ما يصير بي ديبولاريزيشن. بعد ما تكتمل كل خلايا الفنتركلز يصير بيها ديبولاريزيشن، حيصير عندي كونتراكشن واجكشن اوف بلد تو ذا جنرال سيستم. زين، هذا كله الشرح شرحناه هسه، ما يحتاج نرجع عليه. لا اكو نوت، because the atria and ventricles are separated from one another by connective tissue that insults the chambers. The depolarization waves can reach the ventricles only by the traveling through the AV node. يعني شنو هذه الملاحظة؟ يقول انه الأذينين مفصولة عن البطينين بالكونكتيف تيشو. هذا الكونكتيف تيشو ما حيصير بي ديبولاريزيشن، فبالتالي ما ينقل الديبولاريزيشن رأسا للفنتركلز هيجي يعني رأسا، إلا عن طريق الأي في نود. الكونكتيف تيشو between the atrium and ventricles ما ينقل لي الديبولاريزيشن، فقط عن طريق الأي في نود. هذا ايضا المخطط يوضح لي الكوندكشن سيستم من يبدي من الساينو اتريال نود اس اي نود، بعدين ينتقل الى الاي في نود، باندل اوف هيس، باندل برانجس، اند بيركنجي فايبرز. بس هنا انا عندكم سؤال طلاب عيني، اكو سؤال؟ اكو احد عنده سؤال؟ تمام جماعة الميت، اكو عندكم سؤال عيني حد هنا؟ واضحة؟ اسف، فهمتوا شلون حيصير يصير الانترنسينج؟
هسه حنتكلم على الاي سي جي الالكتروكارديوغرافي. طلاب اريد تفرقون بين الالكتروكارديوغرافي والالكتروكارديوغراف. جرافي يعني البروسيس، البروسيس هي عملية تسجيل الاي سي جي بالعربي، والالكتروكارديوغراف هو الشريط اللي حيطلع لي. اكيد انتم يعني شايفين اذا احد من اهلكم او قرايبكم مسوي تخطيط قلب، الاي سي جي هو تخطيط القلب. فالالكتروكارديوغرافي الاي سي جي او الاي كي جي is the process of recording the electrical activity of the heart over a period of time using electrodes placed on a patient's body. These electrodes detect the tiny electrical changes on the skin that arise from the heart muscle depolarizing during each heartbeat. إذا الـ ECG هي عملية تحسس وتسجيل أو قياس الـ electrical activity الشحنات الكهربائية مال القلب خلال فترة معينة عن طريق الـ electrodes الموضوعة على جسم المريض. تمام؟ شلون يشتغل الـ ECG؟ الـ ECG يشتغل باستخدام الـ electrodes و باستخدام الليدز. فاحنا عندنا مجموعه من الالكترودات تنحط عندي فور بوت اون ذا ليمز على الاطراف الاربعه، وعندي 6 بوت اون بري ديفايند بوزيشن اون ذا فرونت اوف ذا تشيست. اربعه من هاي الالكترود اخليها اني على الاطراف مال المريض على الأطراف الأربعة، والستة أخليها على الشيست على الصدر، لكن تكون ب يعني مواقع معينة ما أحطها بصورة اعتبارية. زين، a small amount of gel is applied to the skin. حنخلي على الجلد المريض على مود يسهل ال detection of the electrical signals الموجودة على skin من قبل الالكترود. الالكترود عندي شنو هو؟ حيتحسس لي الالكتريكال امبلس الموجودة بالسكن واللي هي جاية من نسيج القلب. فهذا الجل حيسهل عملية تحسس electrical impulses by the electrode of the ECG. The electrodes are attached by small suction cup or by small adhesive patch من اسمها على متزق للالكترود وثبتة على المكان attached loosely to the skin. الفحص يطول 5 دقائق and it is painless يعني بدون ألم. هاي هي الالكترود الموجودة الأربعة الموجودة على الفور اكستريميتيز على الأطراف، والتشيست الالكترود الموضوعة على الصدر ولكن بمواضع معينة هسه نجي نبينها. Electrodes and leads المستخدمة بجهاز الـ ECG. There is a careful distinction between them. الالكترود هو حيتحسس لي الالكتريكال تشارجز، لكن الليد فائدته شنو؟ يقيس لي هاي الالكتريكال تشارجز بتوين الالكترود، يقيس الفولتج ديفرنس بتوين ذيم. فحيقيس الالكتريكال اكتيفيتي من هو الليدز، والالكترود حيتحسس لي الالكتريكال امبلس الموجوده على جلد المريض. تايبس اوف ليد، الليدات عندي نوعين، الليمز ليدز ليدات الأطراف والتشيست ليد ليدات اللي توضع على الصدر. زين، ليدات الأطراف هي تكون 6 والتشيست ليد 6. أنواع الليمس ليدز هي 3 ستاندرد and 3 augmented. الستاندرد ليمس ليدز تكون بيها تكون باي بولر ليدز. الأوجمنتد ليمس ليدز تكون يوني بولر ليدز.
باي بولار ليز شنو اقصد بيها؟ يعني بيها قطبين سالب وموجب. يوني بولار ليز يعني بيها قطب واحد. زين طلاب، هذه اللي يعني تقيس لي الالكتريكال اكتيفيتي مال القلب يعني بصوره مجسمه، مثل ما حنجي نشوفها الصوره اللي امامكم. اشرح لكم هاي الصوره. واضحه الصوره امامكم طلاب عيني؟ طلعت الصورة واضحة أمامكم؟ واضحة لا دكتورة. دكتورة واضحة. تمام. هذا المثلث يسموه الانتوفنس تريانجل. انتوفنس تريانجل شلون؟ يعني هذا يقيس لي انه اني اربط الليد مالتي على الرايت ارم، الستاندرد ليد مالتي اربط بيها، قلنا الستاندرد ليد هي باي بولار يعني بيها قطبين موجب وسالب. فاني اجي اربط اخلي الالكترود مالتي على الرايت ارم وعلى الليفت ارم وعلى الليفت ليج. الرايت ليج هي تكون زيرو، يعني زيرو بوتنشال، كانما يعني ايرث فولتج اوف ايرث، يعني ما يسجلها الاي سي جي، تكون يعني زيرو. زين الليد 1 الستاندرد ليد 1 هذا حيقيس الالكتريكال اكتيفيتي بتوين ذا رايت ارم والليفت ارم، والليد 2 بتوين ذا رايت ارم اند ليفت ليج، والليد 3 يقيس الالكتريكال اكتيفيتي بتوين ذا ليفت ليج اند ليفت ارم. يعني هذه طلاب شلون، خلي اوضح لكم اياها اكثر بالبوينتر. هاي هنا يعني هاي الليدات حتنطيني، انتبهوا على البوينتر، حي يعني يبين لي الالكتريكال اكتيفيتي من هذا الاتجاه. تلاحظون يعني الليد 2 حيقيس لي الالكتريكال اكتيفيتي مال هارد بهذا الاتجاه منا، يقيس لي هنا شكو ماكو يصير الكتريكال اكتيفيتي لو لا. هاي الليد 2. الليد 1 من فوق، من فوق القلم من هنا ينطيني وضعيه الالكتريكال اكتيفيتي مالته من فوق. الليد 3 حينطيني الوضعيه من هذا الجانب. تمام، من هذا البوينت اوف فيو، من هذا الجانب حينطيني الالكتريكال اكتيفيتي الوضعيه مالتها شلون. هاي بالنسبه شنو الستاندرد ليد، الستاندرد ليد. زين الاوجمنتد ليد هي الاي في ال، هي مختصر لي اوجمنتد فولتج ليفت. الاي في اف مختصر لي اوجمنتد فولتج فوت، اند اي في ار مختصر لي augmented augmented voltage right. are composite leads، هاي تكون unipolar بها قطب واحد وهي حتجمع لي القراءات من الليدات الاخرى. ايضا حتنطيني الفيو بين هاي الليدات اللي قلنا عليها. يعني شلون؟ هسه نرجع مره ثانيه، انتبهوا على البوينتر. احنا قلنا الليد 2 ينطيني من هنا، الليد 3 ينطي من هنا، الليد 1 ينطي من هنا. تمام، نجي على الاي في ار. الاي في ار احنا قلنا هنا هو حيكون مكانه الاوجمنتد فولتد رايت على الرايت ارم. زين والاي في اي في ال الاوجمنتد فولتج ليفت يكون هنا، والاي في اف الاوجمنتد فولتد فوت يكون بهذا الاتجاه. زين احنا قلنا الليد 1 من فوق والليد 2 من هذا الاتجاه، الليد 3 من هذا الاتجاه. هذول الاي في ار والاي ال حيجي بيناتهم، يعني حينطيني بهذا الاتجاه. بتلاحظون طلاب عيني بهذا الاتجاه ينطيني الفيو الاي في ار، الاي في ال ينطيني بهذا الاتجاه الفيو، يعني يشوف لي الالكتريكال اكتيفيتي بهذا الاتجاه، والاي في فوت ينطيني بهذا الاتجاه. يعني بالضبط هاي الاي في ار والاي في ال والاي في اف ليد تنطيني الالكتريكال اكتيفيتي بين الليد 1 والليد 2 والليد 3.
احنا قلنا الليد 1 هذا والليد 2 هاي والليد 3 من هذا الاتجاه، نشوف انه الاي في الاي في ال يكون بهذا الاتجاه، الاي في ار بهذا الاتجاه، والاي في فوت بهذا الاتجاه، تمام؟ فهاي كل وحده من هاي الليدات السته الستاندرد والاوجمنتد حتنظر للقلب من جهه معينه وتبين لي الالكتريكال اكتيفيتي بهذه الجهه. فده انا دا اشوف القلب بصوره مجسمه بشكل مثلث بصوره مجسمه، كون لي what is called Antonov's triangle. Antonov's triangle. زين. هسه خلصنا الليدات، اكو احد عنده سؤال طلاب عيني؟ افتهمتوا شلون الليدز دا ياخذ لي الاكتيفيتي الالكتريكال اكتيفيتي اوف هارد دا ياخذه بشكل مثلث مجسم، بشكل مثلث مجسم ياخذ لي من جميع الجهات. كل ليد الى فد يعني يقيس لي الالكتريكال اكتيفيتي اوف هارد من جهه معينه. اكو احد عنده سؤال هنا؟ تمام. نكمل. الـ chest leads هي أيضا unipolar leads. The precordial leads V1 to V6 also called C1 to C6 are also unipolar leads. But instead of recording between limbs, they are placed directly on the chest. من اسمها نضعها على الـ chest، مو مثل اللمس تكون على اللمس. So the sensing electrode is sensing the heart from a very يعني يقول انه تشيست ليد حتقيس لي الالكتريكال اكتيفيتي من يعني مكان مباشر للقلب، احنا حطيها على الصدر مو مثل اللمس، يعني هاي فد يعني تفرقها عن بالاطراف الالكترود والليدز موجوده بالاطراف، يعني حتكون تقيس لي الهارت الكتريكال اكتيفيتي من اماكن بعيده عن القلب، هاي بس المميزه عنها يعني. Placement of chest electrode. طلاب احنا قلنا انه هاي chest electrode ما يعني ما نجي نخليها على جسم المريض، ما نخليها بصوره عشوائيه، وانما اكو اماكن معينه. انا نزلت لكم بالفيديو اذا انتم البارحه شفتوا البروسيجر شلون دي يصير الاي سي جي، شلون الشخص الفاحص دا يتحسس اماكن معينه على مود يقدر يخلي chest electrode. اي فال V1 اكو عندنا هنا عظم القص، عظم القص هنا ال V1 حيكون واقع بالفورث انتركوستال سبيس، ال V1 in fourth intercostal space، هذا هو الانتركوستال يعني المكان between the fourth rib and fifth rib. Fourth intercostal space, لكن شنو in the right position of the external edge. هنا عندنا عظم القص، إذا تشوفوه هذا عظم القص، اكو بي right edge حافة يمنى وحافة سفلى. فال V1 بال fourth intercostal space بي right edge of the external rib، عظم القص. ال V2 يكون بال left أيضا بال fourth intercostal space، لكن يكون بالليفت external edge بالحافة السفلى لعظم القص. V3 يكون between V2 والV4، ال V4 نلاحظ بالفيفث intercostal space، بالفيفث intercostal space هذه هي ال V4، وال V6 يكون في نفس المستوى ال V5 بيناتهم، لكن اكو عندنا الميد اكزيلري لاين interior axillary line هي فد يعني خطوط تشريحية موجودة بالهيكل العظمي عضلات جسم الإنسان، هذا ال mid axillary line وال front of axillary line، فيعني يتحسسوها المهم يكونون على نفس المستوى، ال V4 وال V5 وال V6 يكونون في مستوى واحد. طلاب هاي ال chest electrode تنطيني يعني تقيس للالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا هارت يعني راوندد يعني بصوره يعني داير مداير القلب، داير مداير القلب على ما تفهموها اكثر، مثل هاي الصوره اللي امامكم.
تلاحظون انه هاي بالخط الاحمر هي الشيست ليد، هي اللي حتنطيني راوندد فيو. لكن هنا الستاندرد والاوجمنتد لمس تنطيني تريانجل فيو، يعني من الاعلى من الاسفل من الجوانب، بحيث بالاخير تنطيني الالكتريكال اكتيفيتي اوف هارت كلها تقاس من كل النواحي والجوانب. هسه نجي element of trace. اكيد انتم شايفين الاي سي جي هذا اللي يكون شريط احمر وبمبعات. الاي سي جي حيطلع اكو بي عناصر، فهاي كل عنصر وبي مربعات كبيره ومربعات صغيره. هسه رح نجي نعرف هاي شنو فائدتهم. هاي كلها محسوبه وبيها وقت معين من خلالها، هذه وحتطلع لي الرسمه مال الالكتريكال اكتيفيتي. من خلالها اني اقدر اعرف انه هل الهارت مالتي بصحه جيده او لا. فائده الاي سي جي هو انه اتشيك انه الهارت مالتي، واحد الفحوص اللي استخدمه على مود اتشيك انه الهارت مالتي ان هيلثي اور نوت. الاي سي جي هو احد الفحوص اللي استخدمه على مود اشوف اني انه القلب مالتي بصحه جيده او لا. An ECG will give a trace of healthy heart that looks like the graph below. يعني هسه حنشوفه، حشوفكم اياه الرسم. طلع الرسم رأسا. هذا الرسم طلاب الأمامكم هو يمثل لي النورمال ريذم، النورمال هارت بيت، يعني الشخص اللي يكون طبيعي، نقول هذا الشخص طبيعي يظهر عنده هاي الويفز، هاي الاليمنتس. اول شيء عندي البي ويف، الكيو ار اس ويف، هاي هي البي ويف، الكيو ار اس ويف، والتي ويف. زين البي ويف هاي شنو تمثل لي، شنو تعني لي انا من اشوفها بالالكتروكارديوغرام؟ شنو تعني لي من اشوفها طالعه؟ هاي معناتها تدل على الاتريال ديبولاريزيشن، يعني اتريال كونتراكشن. الكيو ار اس يعني معناته اني عندي ventricular depolarization ventricular contraction، والتي ويف هي الventricular relaxation ventricular repolarization. تمام. الاتريال repolarization لو تلاحظون هنا ماكو عندي ويف تمثل الاتريال repolarization، هي بالحقيقة موجودة لكن تكون مخفية بالكيو ار اس ويف. كيو ار اس ويف خفت الاتريال بولاريزيشن. الاتريال بولاريزيشن يعني الجهاز ما يلحق يرسمه لانه الاتريال الفنتريكولار كونتراكشن يكون اقوى، وال الويف مالته تكون اقوى وتظهر بوضوح على الالكتروكارديوغرام. زين انا ايضا قلنا البي ويف هي الاتري، ما يحتاج ارجع عليها مره ثانيه. كيو ار اس كومبلكس ريليت تو ذا ديبولاريزيشن اند كونتراكشن اوف ذا فنتريكل، ات از ماتش لارجر ذان ذا بي ويف. مثل ما لاحظتوا ان كيو ار اس تكون كلش كبيره وواضحه بالاي سي جي. يقول due to the relative muscle mass of the atria and ventricles and mask the repolarization and relaxation of the atria. يقول احنا نلاحظ بالنورمال اي سي جي اوف ذا بيج، يعني الشخص العادي، انه الكيو ار اس تكون يعني كبيره وواضحه. هذا السبب يرجع لانه العضله مال البطين تكون اقوى واكبر من عضله الاذين. تمام. فالكونتراكشن بيها اكيد والديبولاريزيشن حيكون اكبر واقوى من الاتريا، وبالتالي مثل ما قلنا الريبولاريزيشن هاي هذا الديبولاريزيشن اللي يصير بالفنتريكل يعني يغطي على الريبولاريزيشن اوف ذا اتريا، ما يعني ما حيكون واضح عندي او اصلا مخفي بالالكتروكارديوغرام. تمام.
The repolarization and relaxation of the ventricles can be seen in the form of the T wave, مثل ما قلنا. The voltage change is sensed by measuring the current change across two electrodes, مثل ما قلنا الليد حيقيس لي الالكتريكال امبلس حيقيس لي الفولتج ديفرنت بين تو الكترود. تمام؟ بوزيتيف الكترود اند نيجاتيف الكترود. هاي البوزيتيف والنيجاتيف هي اللي حتسبب لي الديفليكشن. فاذا كان عندي، خليني نطلع الرسم. هنا الرسم نلاحظ انه حيكون عندي بالالكتروكارديو جرام، نلاحظ انه اكو هاي المنحنيات الديفليكشن، اكو للاسفل واكو للاعلى. هاي شلون شلون الرسم؟ اذا كانت باتجاه، اذا كان الالكتريكال امبلس اللي يقيسه باتجاه بوزيتيف، فحيصير عندي بوزيتيف ديفليكشن، حيكون عندي الانحناء الى الاعلى. واذا كان بعيدا عن البوزيتيف باتجاه النيجاتيف، فحيكون الانحناء مالتي الى الاسفل. وهذا يعني هذا الرسم، انه يصير عندي ويف للاعلى ويف للاسفل، هي بسبب اتجاه الالكتريكال امبلس اوف ذا هارت. اذا يكون يعني خلال هذا الديبولاريزيشن، خلال عمليه الكونتراكت، احنا مو قلنا هو ديبولاريزيشن، مو قلنا اكو الكتريكال تشينجز، فاكيد حيكون عندي فولتج تشينجز ايضا. هذا التغير اكو قسم حيتجه باتجاه البوزيتيف الكترود، وقسم باتجاه النيجاتيف. فحيتجه باتجاه البوزيتيف حيكون عندي هذا البوزيتيف ديفليكشن نسميه، يكون الويف طالعه هيك لي فوق، الانحناء لي فوق. والنيجاتيف يكون بالعكس، باتجاه النيجاتيف الكترود حيكون عندي الانحناء الى الاسفل. هذا هو صوره الالكتروكارديوغرام. تنتبهون الالكتروكارديوغرام هاي صورته، انتو حشوفوا عبارة عن شريط بمربعات كبيرة ومربعات صغيرة. المربع الكبير الواحد طوله 0.2 سكند، يعني المدة مالته 0.2 سكند. احنا قلنا يعني عملية، هاي العملية طلاب مال انه اتريال كونتراكشن، بعدين ريبولاريزيشن وفنتريكال كونتراكشن وريبولاريزيشن، هذه تطول 0.8 من السكند، اقل من السكند 0.8. من تجي ترسم بالالكتروكارديوغرام جهاز الاي سي جي، شلون اعرف اني يعني نحسب اربع مربعات كبيره للنبضه، يعني الانسان الصحيح، انا دا احكي عن الانسان الصحيح، يطلع لي البي كيو ار اس تي باربع مربعات كبيره. المربع الواحد 0.2 سكند، 0.2 سكند، من اجي هاي ال 0.2 سكند اضربها في 4 يطلع لي 0.8 يكون لي البيت الواحد. يعني البيت الوحده، الضربه الوحده اللي هي تتالف من اتريال كونتراكشن وريلاكسيشن وفنتريكال كونتراكشن وريلاكسيشن، هاي البيت الوحده الاي سي جي يرسم لي اياها باربع مربعات كبيره. تمام عيني؟ أربع مربعات كبيرة. طول المربع الواحد يستغرق 0.2 سكند، 0.2 سكند. أربعة يعني 0.8، يعني البيت الوحدة عندي تطول 0.8، البيت الوحدة 0.8. زين، هسه أنا شلون أحسب؟ طلع عندي شريط وبي عدة بيتس وعدة كيو ار اس، من يعني دي يسجل لي عدة بيتات. شلون احسب؟ يعني مثلا انا خما حيطلع لي شريط ب 72 او 75 بيت، 75 بي كيو ار اس تي؟ لا طبعا ماكو هيك شيء. احنا نطلع الشريط ونحسب من المربعات، هاي المربعات اني من عندها احسب واشوف وضعية القلب مالتي. الهارت ريت شلون احسبها؟ يقول اكو معادله 300 تقسيم النمبر اوف لارج سكويرز بتوين تو كونسكيوشن. هذا الرسم الواضح امامكم طلاب عيني، واضحه الصوره امامكم؟
واضحة. واضح الصورة أمامكم طلاب؟ تمام. إحنا عندنا هنا دا تشوفون هاي بالبوينتر دا أشير لكم على الآر ويف. شو يقول هو بالقانون؟ الهارت ريت يساوي 300 على نمبر اوف لارج سكويرز بتوين ذا تو كونسكيوتيف ار ويفز، يعني اقسم على عدد ال 300 اقسمها على عدد المربعات الكبيره بين تو ار ويف، بس شنو يعني تكون وحده ورا اللوغ، يعني مثل عندي هاي الار وهاي الار الثانيه، فنشوف كم مربع كبير. هذا هنا يعني مثلا هنا الواضح امامكم اكو بيه مربعات كبيره ومربعات صغيره. اذا كانت هاي المربعات الكبيره 4 فاقسم 300 تقسيم 4 يطلع عندي 75، فهذا معناته اقول انه عنده نورمال ريذم، نورمال ريذم يسموه ساينس ريذم مثل ما احنا نجي نشرحها. ليش؟ لانه حيطلع لي 75 بيت بير مينت. من اجي اقسم 300 على 4، اربع مربعات بتوين تو كونسكيوتيف ار ويف، حيطلع 75 واللي هو نورمال هارت بيت. تمام، عرفنا شلون نحسب الهارت ريت من الاي سي جي؟ اكو احد عنده سؤال طلاب؟ باكر عقب قدامون المستشفيات، يعني على الاقل تعرفون شلون تحسبون الهارت ريت من الاي سي جي. زين جماعة الارسيس ايدي دكتورة، ايه هسه عيدة صار. هسه انا عندي هذا الرسم امامكم، تمام، هاي 2R waves. الهارت ريت القانون مالتها يقول اقسم 300، هاي 300 عدد ثابت، تمام، 300 عدد ثابت اقسمها على عدد المربعات الكبيره الموجوده between two consecutive R waves. يعني اني حيطلع لي بالالكتروكارديوغرام بالشريط حيطلع لي مربعات كبيره ومربعات صغيره. مثل ما قلنا، قلنا المربعات الكبيره between two R wave، هاي هي ال R wave between two R wave، هاي R wave وهاي R wave وحدة ورا اللخ، أكو بيناتهم مربعات كبيرة أحسبها. إذا طلعت 4 أجي أقسم 300 على 4 حيطلع لي شنو؟ حيطلع لي 75، فأقول إنه يابا هذا الرذم مالته نورمال طبيعي. لكن إذا طلع عندي أقل أو أكثر من هذا العدد معناته عندي يعني ساينس براديكارديا اور ساينس تاكيكارديا. ساينس براديكارديا مثلا حيصير عندي انه بتوين 2 ار ويف حتكون عندي هاي المربعات اجي احسبها الكبيره، هاي مربعات صغيره هنا طالعه امامكم. بهذا الشريط اكو عندي مربعات كبيره ومربعات صغيره، احسب المربعات الكبيره. اذا كانت اكثر من 4 between two consecutive R wave، يعني between وحدة ورا اللخ R wave، يعني مو بين هاي وهاي، لا مثل ما واضح أمامكم هذا المربع الأحمر between two consecutive R wave، أحسب إذا كانت المربعات الكبيرة أكثر من 4 معناتها أنا عندي bradycardia، يعني حيكون 60 وأقل، فهذا يسموه ساينس براديكارديا. إذا كان عندي المربعات أقل من 4، 3 أو 2، معناته عنده تكي كارديا، ساينس تكي كارديا. فهاي الحالات اللي نسميها abnormal rhythm. normal rhythm هو النورمال ريذم انه يكون عندي المربعات بين 2 كونسكيوتيف ار ويف تكون 4، من اجي اقسم يطلع عندي 300 على 4 يصير عندي 75، هذا هو النورمال ريذم. زين شويه نحكي عن الريذم، نرجع نحكي عن الريذم. يقول انه لازم بالنورمال بيشنت عندي بي ويف قبل الكيو ار اس، لازم هذا الشيء. يعني البي ويف قلنا هي الكونتراكشن مال الذين، الكيو ار اس هي كونتراكشن مال البطين. لكن في حاله الابنورمال ان سكند ديجري هارت بلوك وير سم بي ويفز ار نوت فولود باي ا كيو ار اس، يعني دائما لازم تبين عندي البي ويف، لازم اكو عندي كونتراكشن بالاذين. لكن في الحالات المرضيه
في الحالة المرضية اللي هي نسميها second degree heart block، في بعض الأحيان الـ QRS تكون مختفية. الـ QRS تكون مختفية، هلا اخو دكتوره، فبالتالي نعم. دكتوره بس اكو محاضره عندنا هسه بلشت، صار لها تقريبا 4 دقائق، الوحده ونص. اي مو انتم المختبر مالكم يعني، لانه على مود الكويز راح 10 دقائق. على كل إن احنا خلصنا على ساينس براديكارديا وساينس تاكيكارديا، انا شرحت لكم اياه هذا هو. اذا ما عندكم سؤال عادي تقدرون تتفضلون. قبل اي عيد تفضل. بخصوص هسه هذا، احنا راح نطبقه بالعملي، انه احنا نقرا يعني الورقه مال الاي سي جي، صحيح؟ نتعلم شلون نقراها لا طلاب، هي هذا يعني حيكون يعني ايش راح لا نسوي طلاب بالضبط؟ عيني، لا طلاب، هذا النبر إن شاء الله راح يكون إلكتروني، تمام؟ يعني ما راح نطبق شيء؟ فما حتطبقون شيء لا بيه، فقط إنه حيكون عندكم مختبر يعني كوز بي، زين؟ و العفو العادي، إذا اللي لحد عندهم الآن حاجة مثلا تحتاج راح نطبق. والله اللي أعرفه أنه حيكون إلكتروني، يعني ما عندكم شغل به، فقط أن أعطيكم إياه يعني محاضرة إلكترونية، يعني إذا أكو غير يعني إجانا غير تعليمات فأبلغكم إن شاء الله بيها من هنا للأحد، تمام؟ بس لحد علمي هو لحد الآن إلكتروني، بس تجون يوم الاحد او لا صراحه ما عندي علم، ما بي هو اصلا ما بي تجربه، يعني ما حتشتغلون بالمختبر. اوكي؟ يعني مو جهاز اي سي جي واقطاب وهيك ما بيها اي. لا طبعا يعني ما حيكون تمام، شكرا. انه واحد يعني صدره ونستخدم جل وهاي الامور. اي اكو احد عنده دكتور، بعد هذا من الطلاب؟ الداتا شيت نعم. مال البلوج براجر، احنا مجموعة احد ما نطلع الداتا شيت، باقي المجاميع 2 3 منطيهم الداتا شيت، فيا ريت نزلنا هالي كلاس. داتا شيت؟ ها والله صراحة انتو دكتورة دينين مو انطتكم يا يوم انطتكم دكتورة دينين جماعة الأحد، بس جماعة الثلاثة أخذوا داتا شيت. ايه اكو مجاميع ماخذين داتا شيت على البلود براجر، فيا ريت نزلناها على الكلاس حتى نكملها على احد. تمام، هسه أنا يعني أبلغ دكتورة دينين بهذا، لأنه هي انطت مجموعة ودكتورة ورود، فشوف هما شلون طالبين من عندكم التقارير. تقارير البقية سلمتوها مو عيني مال الدي ال سي؟ ايه تسلمناها كلها بس بلود براجر فقط.